لم تبقى محافظة عراقية إلا وشهدت تظاهرات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ظلما على يد القوات الحكومية أو شركائها من الميليشيات. وعند كل عائلة اعتقل أحد أبنائها قصة وغصة عن ظروف الاعتقال وتداعياته. أنا عندي اثنين من أول يوم المظاهرة مال أكتوبر أنا جاية هنا أنا. وهاي عدة مرات أجي وأتظاهر وعندي أولاد اثنين بالسجن صار سنتين ما شايفتهم وما حد حتى مصرف مناطيتهم زين الظروف صعبة الحياة أنا مرة مريضة عمليات يومية للقلب للشرايين الله يخليكم باعوا الحالنا رفقوا بحالنا احنا اولاد صغار اثنين شباب راحوا ليش هيجي ليش. ومثل هذه المرأة كثيرات تلوعن بفقدان ابنائهن المعتقلين. اني صارت عندي طلعة للشمال لان ابني بنتي كانت تجيب وبقى هو بالبيت اكو مشاكل بالبيت وهو على وجه زواجه راح للرمادي دي يبيع عندنا قاع على موت زواجه لأن ما كان عندنا فلوس مال غرفة النوم. من راح لهناك قال لي ماما تعالي أخذيني لأن أنا ما أقدر أرجع. رجعنا رحنا أنا وأبوه أخذنا جبنا البغداد. من جبنا البغداد ورا 3 أيام جوي قبضوا عليه. هاي مذكرة هذه اشتكيت عليهم وهذا مالته القبض مالته. هذا كتاب القبض مالته. وصار لي من سنة 14 إلي هسه أدور عليه بكل السجون ماكو. أدق بكل الحاسبات ماكو. ابني طلع أحداث بدون هوية وهاي 5 سنين أخذوه مخبر سري ما أعرف كل شيء عنه ما خلت لا حقوق الإنسان لا أمم المتحدة هاي اللي اسمه الصليب الأحمر. اليوم جيت على هذا حقوق الإنسان بغداد ما خليت يعني حاسبة شيء ما لقيت له أثر. زين ابني أنا وين راح؟ العفو العام أمنية ينتظرها أهالي المعتقلين، فكيف إذا كان أبناؤهم قد اعتقلوا ظلما دون تهمة واضحة؟ لكنه كيد المخبر السري الذي تسبب بمأساة آلاف العائلات العراقية. قانون العفو العام عن السجناء والمغيبين والمعتقلين لأن هذول أقسم بالله يعني 95% إذا مو 99% أبرياء، لكن تهم كيدية الله لا يوفق اللي يعني شهد ضدهم. ولا يزال أهالي المعتقلين على جمر الانتظار ينتظرون عودة أبنائهم رغم إدراكهم بصعوبة تحقق ذلك في ظل حكومات بلا وطنية ولا عدالة.